ما هم برضه هيقولوا احنا عندنا فرق وبنعد كوادر عشان برضه ده ممكن يكون مصدر دخل ليهم للمراكز الشباب، فعايزين يصوتوا في الانتخابات. لا دي جميل قوي. في حاجه اسمها مراكز رعايه شباب، مظبوط، يتعمل دوري ليهم، يتعمل بطوله ليهم، يتعمل اتحاد شركات. ما هو اصلا في شركات بدل اتحاد شركات تعمل اتحاد شباب، مراكز رعايه شباب، ودي تكون تبع وزاره الرياضه والشباب. تمام. لان هي الوزاره مختصه بحاجه زي كده، يبقى احسن ان احنا نعمل مراكز رعايه شباب، نعمل لهم دوري لوحده ونعمل ودول يمدوا بقى الانديه ويمدوا المنتخبات ويمدوا كل الحاجه، نشاطهم هيبان يعني. بصراحه شديده عجبتني في رد حضرتك ان انت بتقول لي ان الدوري الشباب يبقى ليه او مراكز الشباب ليه دوري واحد مختص بيه، فعشان كده دكتور سامح حمدي طمن مراكز الشباب هم ما يصوتش اي حاجه ان هو يصوت او ما يصوتوش في الانتخابات، لكن التواجد الرياضي ليهم هيكون متواجد على الساحه قريبا جدا. نسيب مراكز الشباب. معلش كلمه بس يا خالد. اتفضل. انا بالعكس انا بنمي واكبر مراكز الشباب. مركز الشباب لما يدخلوا دوري ولحدهم هيبقى لهم تنظيم رائع، هيبقى لهم المنافسه قريبه بالظبط كده، المنافسه هتبين مين اللي شغال ومين اللي مش شغال، ومنهم هيطلعوا اولاد هيوصلوا اكيد لمنتخب مصر اكيد. فبس يعني ما يبقوش موجودين في وسط الاتحاد مع الانديه، لان بيتظلموا مع الانديه الكبيره. الانديه عندها امكانيات كبيره جدا، اما مراكز رعايه الشباب يعني الى حد ما امكانياتها ضعيفه، فيشكروا على اللي بيعملوه، ده مجهود زائد عن طاقتهم ان هم بيوصلوا للنتيجه. التوضيح جميل.